رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واحنا كل حلقه كده لنا حته من السعوديه، والسعوديه عامله شغل على مستوى الرياضه يعني تحديدا هي مترجتها حاجه معينه وهنعرفها دلوقتي. دعوه من 90 اتحاد كروي لملف السعوديه في تنظيم كاس العالم. 90 اتحاد كروي، وصل عدد الاتحادات الكرويه التي اكدت دعمها لترشيح المملكه العربيه السعوديه لاستضافه كاس العالم 2034 الى اكثر من 90 اتحاد كروي على مستوى العالم. ياتي ذلك بعد اسبوع واحد فقط من اعلان المملكه العربيه السعوديه نيتها الترشح لاستضافه المونديال. وكان الاتحاد السعودي لكره القدم قد اعلن في وقت سابق ارسال خطاب طلب ترشيح للمملكه العربيه السعوديه الرسمي لاستضافه كاس العالم 2024 الى الاتحاد الدولي لكره القدم، وانضم 12 اتحاد كره قدم خلال الساعات الماضيه الى قائمه الاتحادات الداعمه لطلب المملكه استضافه كاس العالم 2034، ابرزها اليونان بجانب تنزانيا والجابون وزامبيا واريتريا وكمبوديا وغينيا بيساو. يعني زي ما حضراتكم عارفين المملكه العربيه السعوديه هي كانت مترجطه ده، ولفتت نظر العالم كله بمجموعه اللعيبه اللي هم يعني جابوهم من كل جابوا ابرز اسماء العالم تلعب في الدوري السعودي، وبقى في دوري سعودي قوي جدا، منتج دوري سعودي محترم في كل شيء، على المستوى الفني على المستوى التقني والتصوير المبهر والحاجات اللي يعني زيها زي اوروبا واحسن كمان، على المستوى التسويقي هم مش جايبين الاسماء دي عشان خاطر يبقى عندهم اسماء وخلاص، لا هم استفادوا منها ولسه هيستفيدوا منها تاني، ولسه في حاجات جايين فيها هم كتير هيستغلوا فيها الاسماء اللي عندهم الكبيره دي، فبالتالي هم هيحققوا ارباح كتير جدا من تواجد النجوم دي. ولو حققوا بس ان هم يستضيفوا كاس العالم، فهم وجهوا نظر العالم كله للسعوديه في الفتره دي عشان يبقى ترشيح السعوديه لكاس العالم لا مكسب كبير ليهم ان هم يستضيفوا كاس العالم، وان هم في اول الملف خالص في اول اسبوع يبقى في 90 دوله او 90 اتحاد مؤيد لترشيح المملكه العربيه السعوديه لكاس العالم، فده شيء مبهر جدا يعني الحقيقه. دي كلها اصوات هتنفعهم بعد كده وما نستبعدش. احنا دلوقتي قدام ملفين عربيين بالمناسبه، المغرب مع اسبانيا والبرتغال، ده الملف اللي فيه دوله افريقيه اللي هي المغرب، والسعوديه اللي هي في كاس العالم 34، المغرب في كاس العالم 2030، 34 بقى السعوديه، وده ملف مهم جدا وهيبقى فيه دعم من المنطقه العربيه بالكامل اكيد ان شاء الله للمغرب في 2030 وللسعوديه في 2034، ده شيء مهم.